أعزائي المشاهدين، حياكم الله معانا في جولة جديدة، جولة كلها رياضة في رياضة. ومثل ما تعرفون دولتنا الحبيبة قطر خصصت يوم للرياضة، ومثل ما تشوفون أنا اليوم جاهز أني أمارس أحدى الرياضات في كورنيش الدوحة. جاهزين للرياضة؟ حياكم معي. ممارسة الرياضة شيء جميل، وأحد الإخوان اللي مارسون رياضة من الرياضات، حياك الله. نقطع عليك هذا التمرين، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. نتعرف عليك في البداية. سلمان محمد، حياك الله. سلمان، شو تسوي؟ طبعاً من الناس اللي موجودة على طول بكورنيش الدوحة. الرياضة شيء أساسي بحياتنا، قد ما في نواة بنكسبه من جهة الكورنيش، وما منقصر. نشوف الناس كلها ما شاء الله عليهم رايح وجاي عم مارس، ما في أجهزة بتلاقي فيها فراغ، يعني بنكسب الفضاء لحتى يعني مثل ما بقولوا ناخذ أي جهاز بنتمرن عليه، والحمد لله بترجع لصحة الواحد. نعم. طيب الآن في كل شوارعنا في قطر تقريبا شوارع مجهزة للرياضة، إن كان طبعا ممارسة الدراجات الهوائية، المشي، الجري، بعض التمارين وبعض الأجهزة اللي وضعت في كثير من شوارع الدوحة. وين تحب غير الكورنيش تمارس رياضة؟ هلا ما في مرافق عامة بشكل عام، الحدائق فيك تقول 90% متوفر فيها الأجهزة. عندك كل الحدائق، أغلبية حدائق السباير، حدائق البدع، قبة السباير اللي نحن بنمارس فيها السباحة، ما عدا ملاعب الفوتبول، كل الأماكن موجودة. 90% مثل ما بقول لك، برجع بأكد عليه إنه متوفر، وما في الناس كلها يعني المقيم وال من البلد كلهم موجودين عم مارسوا. نعم. والله يعطون الصحة لكل. عندك رياضة مميزة أو يعني خاصة فيك؟ فوتبول. أنا فوتبول هي اللعبة الشعبية الأولى في العالم، أكيد الكل يمارسها. أشكرك جزيل الشكر، ممكن تمارس رياضتك. شكرا جزيلا، تفضل. إذا تابعونا في حلقة الرياضة. من خلال جولتنا الرياضيه نلتقي مع احدى الفتيات اللي تمارس احدى الرياضات. حياك الله. حياك الله. نتعرف عليك. اسمي ريم ايمن، عايشه بالوكره. نعم ريم، دائما تمارسين رياضه؟ امارس 3 مرات بالاسبوع لانها تساعدني، تعطيني طاقه ايجابيه. نعم، لكن شو تقولين عن اليوم الرياضي؟ يوم مخصص من الدوله لكل من يعيش على ارض قطر لممارسه الرياضه. الرياضه طبعا انها لازم نسويها كل يوم، بس هاليوم إنه حلو إن الناس كلها تشارك بالرياضة، حتى اللي ما يسوون، إنه فرصة حلوة إنه يمارسون الرياضة في اليوم. نعم ريم، شو تحبين تمارسين من الرياضات؟ أحب التنس الأرضي. التنس الأرضي. إيه؟ أيضا الجري، المشي. إيه، وين تمارسين هذه الرياضات؟ المدرسة تساعدني بالتنس الأرضي، بس الرياضات اليومية أسويها بالبيت في أبس على الجوال، ممكن وايد إنها تساعد على الرياضة، وأنصح يعني إن كل حد يسوي رياضة كل يوم. نعم. الرياضة الصباحية هي تقريباً الأهم دائماً، حتى الأطباء يوصلنا بالرياضة الصباحية. تحبين تمارسين الرياضة في بداية الصباح؟ أحب في الصباح، بس ممكن ما يكون في وقت، فممكن نبدلها بالليل، الليل قبل النوم بعد ممكن يكون مفيد. نعم، من يشجعك على ممارسة الرياضة دائماً؟ والله اللي يشجعني إن أحب أحافظ على لياقة بدني، ما في حد معين يشجعني يعني، بس نعم. ممكن يكون أصحابي يعني شجعوني. ريم أشكر جزيل الشكر. لا. واصلي ممارسة هذه الرياضة. شكرا. شكرا. تابعونا في جولتنا الرياضية. مرحبا يا شباب، كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله. تعرف عليكم في البداية. هشام صالح، حياكم الله. انتوا اليوم قاعدين تمارسون رياضه، شو الرياضه اللي دائما تحبونها؟ الجري. بس غير من الرياضات شو تمارسون؟ كره قدم. امارس السباحه. طيب اليوم فرصه ان في دولتنا الحبيبه قطر يوم رياضي مخصص لكل الناس. في اليوم الرياضي ايش خطتكم؟ والله اليوم الرياضي عندي انا مع الدوام في يوم مخصص في حجز في نادي السد، احنا نروح نلعب كوره، يعني نسوي فرقه من الدوام، تحديات يعني بين الشباب اللي في الدوام،
ونلعب مع بعض. نعم هشام، انا اشوفكم جايين من صوب الشيرتون. صحيح. وين رايحين؟ اوكي حاليا خططنا حاليا يعني بنروح حاليا عند الهوتيل تبع الماريوت. اوكي حاليا بنرد ان شاء الله، بتردون للشيرتون. تقريبا 7 كيلو رايحين 7 كيلو رادين، 14 كيلو يوميا ولا بس اليوم؟ والله حسب يعني الاسبوع 3 ايام رايحين 3 ايام في الاسبوع. انا طبعا اشكركم جزيل الشكر، خذت من وقتكم وريحتكم شوي، ممكن توصلون جولتكم الحين. بارك الله فيكم، توصلون وترجعون بالسلامه. شكرا لكم. مثل ما شفنا هذه النماذج يعني من مواطنين ومقيمين يمارسون رياضة، ويمكن تكون رياضة المشي أو الجري هي الأكثر وهي الأسهل، لا تحتاج أي أجهزة. احنا متواصلين معاكم في جولتنا الرياضية. أعزائي المشاهدين، من أشهر الرياضات رياضة كرة القدم، وأنا اليوم لاحظت في حديقة الشيرتون مجموعة من الأطفال يلعبون كرة القدم، حاولت أني أدخل ألعب معهم. خلني أناديهم، تعالوا تعالوا كلكم، هذول عيالنا اللي مارسون الرياضة ورياضة كرة القدم على وجه التحديد. لكن خلوني أسأل سؤال عام لهم كلهم، شو تحبون تمارسون رياضة غير كرة القدم؟ كرة اليد، كرة السلة، كرة القدم، سباحة، كرة قدم، تايكوندو. حلو. سباحة. سباحة. كرة السلة. سباحة. ما شاء الله انت بطل، كنت حارس بطل اليوم. انت ايش قلت لي تمارس من الرياضات؟ كرة القدم وكرة اليد. ليش دائما كرة القدم؟ دائما تحبون كرة القدم، ليش؟ ممتاز. انا بحب تايكوندو. تايكوندو ممتاز. ممتاز. في اليوم الرياضي وين تروحون مع الاهل؟ نروح اماكن مختلفه. تمارسون رياضه الصبح؟ اجمل شيء ان الواحد يمارس الرياضه الصبح وانتم صغار وعندكم لياقه وعندكم طاقه، لازم تفرغونها. ايش يعني لكم اليوم الرياضي؟ ايش يعني لك اليوم الرياضي؟ باليوم الرياضي عشان امارس كل الرياضيات. يا عيني عليك يا عيني. وانت ليش تحب اليوم الرياضي؟ لاني احب امارس الرياضه بشكل عام. حبيبي. وانت؟ وانا كمان احب امارس الرياضه. حلو. كل الرياضات؟ كل الرياضات. وانت؟ بحب اليوم الرياضي عشان بلعب كل الرياضيات، بحس حالي في عالم الرياضي. حلو حلو. وانت؟ انا بحب العب الرياضة عشان اصير قوي. حلو حلو. وانت ليش تحب اليوم الرياضي؟ ممتع. ممتع. زين اليوم الرياضي ايش يعني لك؟ شو بتحب في اليوم الرياضي؟ اليوم الرياضي لما اعمل رياضة. شكرا جزيلا. يلا ارجعوا العبوا ارجعوا العبوا. مثل ما شفنا هذه الأجواء الرياضية الجميلة من أبنائنا وحبهم للرياضة، وهذا دليل على نجاح اليوم الرياضي في وطننا الغالي قطر. أعزائي المشاهدين، متابعين جولتنا الرياضية في حديقة البدع، و هذه الحديقة أضيف فيها كثير من الألعاب، ومنها أكبر مضمار لممارسة هواية ركوب الدراجات الهوائية. خلونا نتابع جولتنا الرياضية. خلال جولتنا في حديقة البدع، ومثل ما تشوفون هذا المضمار المخصص للدراجات الهوائية، وهناك شوارع كثيرة في دولتنا الحبيبة قطر خصصت للرياضة. خلونا نشوف أيضا الناس اللي تمارس على هذا المضمار. شباب حياكم الله، كيف حالكم؟ الحمد لله. تعرف عليك في البداية. عمر خليل. عمر. عبد الله. عبد الله، حياك الله عبد الله. عمر، شو تسوون في الحديقة؟ نسوق السيكل. عبد الله. قاعدين هنا جينا مستمتعين نسوق السيكل ونمارس رياضات. نعم. عمر، ليش تمارسون هذه الهواية في هذه الحديقة مثلاً أو الأماكن المخصصة للدراجات الهوائية؟ لأن هي آمنة والمكان جميل مرتب. نعم. شو يعني لكم عبد الله اليوم الرياضي؟ يوم الرياضي يوم الكل لازم يتركون كل يعني الأعمال بتاعهم، يستمتعون بالجو بالرياضة، ويمارسون رياضة لكي يعني يحسنون نفسهم. نعم اكيد الرياضه فيها صحه وفيها ايضا نشاط دائما لاي ممارس لرياضه من الرياضات. طيب تمارسون هذه الرياضه في اماكن غير هذا المكان؟ انا عارف ان في اماكن كثيره في الدوله. في كثير، بس
أنا على حسب إذا المكان، بس أهم شيء إذا المكان آمن ويعني يلائم الرياضة. نعم، والمكان جميل يا عمر، والجو أيضا جميل. أحلى جو. بارك الله فيكم، شكرا. إذا واصلوا مسيركم، أكيد رياضة راح تستمتعون فيها. شكرا جزيلا لكم. مثل ما شفنا أبنائنا يمارسون هذه الرياضة وكثير من الرياضات التي طبعا في اليوم الرياضي تمارس جميع أنواع الرياضات. مستمرين معاكم في جولتنا، خلكم معانا. متابعين جولتنا الرياضية أعزائي المشاهدين في حديقة سباير، هذه الحديقة المخصصة لجميع الرياضات، وإحنا منذ الصباح حتى الآن إلى ما بعد المغرب وإحنا في جولتنا مستمرين معاكم، حياكم معنا. ومن خلال جولتنا الرياضية التقينا بأحد الرياضيين اللي يمارسون رياضة المشي، خلونا نتعرف عليه. حياك الله يا اخوي، نتعرف عليك في البدايه. الاسم حمدي ادم، لاعب نادي قطر ولاعب المنتخب تحت 19. نعم حمدي، اليوم انت في حديقه سباير، تعني لك الرياضه وانت رياضي؟ الرياضه تعني مهنتي، اني امارس كره قدم من فتره، من زمان يعني تقريبا كل حياتي بس رياضة في رياضة. رياضة في رياضة. طيب إيش تنصح اللي ما يمارسون الرياضة؟ أنصحهم والله يمارسوا الرياضة، إنها مهمة للصحة طبعاً وتفيده كإنسان. نعم. تخلي شكله أفضل من اللي ما يمارس. طيب إيش يعني لك اليوم الرياضي؟ طبعاً أي شيء زين، إن اللي قاعد في البيت يقوم يركض ولا يسوي رياضة. عشان من مو الكل يركض ولا يسوي تجديد الدماغ، النشاط ايضا. حمدي هذا مشكرك جزيل الشكر، نخليك تمارس رياضتك المفضله وشكرا جزيلا لك. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. اذا احنا متواصلين وراح نلقي الضوء على من يمارسون الرياضه او الرياضات بشكل عام. وايضا من خلال جولتنا في سباير زون وحديقه سباير زون نتعرف على احد الرياضيين او احد ممارسين الرياضات. حياك الله يا اخي، الله يخليك. نتعرف عليك في البدايه. عامر السيد عامر، بلعب كره قدم، والدي مدرب، يعني عاشق للرياضه من زمان. ما شاء الله رياضي. الحمد طيب لله. عامر، يعني ايش الرياضه المفضله عندك؟ كره القدم طبعا. كره القدم. الرياضات الاخرى؟ السباحه، ممكن العاب القوه. نعم انت تلعب كره قدم. كرة قدم. مركزك؟ حارس مرمى. حارس مرمى. طيب اليوم يعني نرى اليوم الرياضي لدولة قطر الحبيبة، ونرى كل مواطن ومقيم يشاركون في هذا اليوم، ماذا يعني لك اليوم الرياضي في قطر؟ اليوم ده ممكن يشارك فيه العائلات، بتفيد جدا الرياضة ليهم. الرياضة بتمنع المرض، بتزود النشاط بالنسبة للأهالي، ممكن بتنشر السعادة أحيانا، وتبقى فرصة للتعارف ما بين الثقافات المختلفة، ما بين الشعوب المختلفة، ما بين الجنسيات المختلفة. فالرياضة مفيدة في نواحي كتير جدا يعني من الحياة يعني. نعم ممكن. نبي أيضا رسالة منك للي ما يمارسون رياضة أو مبتعدين عن هذا المجال. الرياضة شيء مهم جدا، ممكن لبعض الناس بتكون مهنة، ممكن لبعض الناس بتكون حاجة يحافظوا بيها على صحتهم، بتحافظ على شكلك، على حتى نفسك في الحياة بيكون أفضل. أتمنى أن الناس تمارس، حتى سمو الأمير هنا بينزل يشارك في اليوم ده مع الناس. فالرياضة شيء مهم جدا، أتمنى الناس تقرب منها يعني. عامر شكرا جزيلا لك. شكرا. ممكن تتابع جولتك. شكرا, شكرا. إذن أعزائي المشاهدين تابعونا في جولتنا. ومن خلال جولتنا في سباير زون هناك الكثير من أهلنا في قطر ومقيمين قطر يمارسون جميع أنواع الرياضات. طبعاً أخوي نتعرف عليك في البداية. أخوي محمد النعيمي. حياك الله أخوي محمد. شو تسوي في حديقة سباير زون؟ والله أنا الرياضة عندي لها قيمة في حياتي، وأنتهز الفرصة هذه أشكر سيدي سمو الأمير على أن خصص يوم للرياضة، وهذا إن دل من الحكومة الرشيدة
تولي عناية مهمة جداً بالنسبة للرياضة. طبعاً إحنا نشوف الإنجازات اللي على مستوى الدولة، سواء كانت على منشآت البنية التحتية وعلى حتى في البرامج اللي تخلقها، فصراحة يوم مميز. الرياضة طبعاً قيمة في حياة الإنسان، والمجتمع يتطلب أن الإنسان يكون صحي، فطبعاً ممارسة الرياضة جزء مهم في حياة الإنسان. دائماً العقل السليم في الجسم السليم. صحيح، نعم صحيح. أخي محمد، شنوع الرياضات اللي تحب تمارسها؟ والله أنا بالنسبة لي دائماً المشي والسباحة، لكن أفضل المشي في سباير دائماً، لأن أجواء سباير جميلة جداً، ما شاء الله المنشآت جميلة جداً، تشجعك طبعاً على البيئة، تشجعك على الرياضة. نعم. فأمارس طبعاً المشي بشكل يومي طبعاً. نعم، وأنت جايني أشوفك، شوف الساعة، هل توقت؟ يعني التايم اللي تمشي فيه؟ والله أنا أشتغل على ساعة، على توقيت معين وعلى مسافات معينة. نعم، نبغي يستفيد المشاهد، يعني الساعة إيش تعني لك أن تكون حاملها وأيضاً تعتمد عليها في هذه الرياضة؟ أخوي خليفة، في معادلة رياضية اللي هو 220 ناقص العمر، فتعطيك ناتج اللي هي ضربات القلب. الإنسان إذا يشتغل على معدل ضربات قلب معين حسب سنه تؤدي إلى حرق سعرات حرارية، وبالتالي يستفيد من رياضة المشي. فالساعة اللي عندي طبعاً مبرمجة على عمري وعلى على نشاطات معينة أنا أسويها. نعم، تحسب الخطوات اللي تمشيها، تحسب الأمتار، وتحسب ضربات القلب، وتحسب الكالوريز، وتحسب المسافة طبعاً. كم متر تقطع في اليوم محمد؟ والله أنا أمشي بعدل 4 إلى 5 كيلو تقريباً، 4-5 كيلو يومياً؟ لا، 4 أيام في الأسبوع وأروح، لأن بعض الأوقات تحتاج أن جسمك يأخذ له ريكفري، فتحتاج طبعاً يوم توقف. نعم، في اليوم الرياضي وين راح تمارس هذه الهواية؟ والله أنا غالباً ما راح أكون في سباير، يعني إن شاء الله في سباير، أو ممكن في نشاطات أخرى طبعاً، في عندنا في الرفاع، في عندنا في مشاهد كثيرة طبعاً، البدع، الكورنيش، الوكرة، كل مناطق الدولة. خيارات صراحةً أنت تحتار من الخيارات وين بتروح تشارك، لكن طبعاً أنا أنتهز الفرصة هذه، أشجع كل مواطن وكل مقيم على أرض الطيبة هذه إنه يمارس الرياضة، ويخلي الرياضة قيمة في حياته موجودة. يعني ممارسة الرياضة مش في يوم واحد أخي خليفة، لازم تكون على 365 يوم. فطبعاً إن شاء الله نتمنى أن الناس تتمتع بصحة وتستمتع بحياتها وتمارس الرياضة بشكل يومي. نعم أخي محمد، إن ذكرت يمكن 365 يوم ممكن الواحد يمارس الرياضة، أيضاً ممكن نمارس هذه الرياضة أو أي نوع من الرياضات في منازلنا. صحيح، نعم صحيح. طبعاً هو الرياضة القصد منها الحركة، حركة الجسم، فأنت لما تعود يكون في عندك نشاط، في حتى عندك يكون إقبال أخي خليفة على الحياة، على العمل، نشيط مبدع حتى في عملك. يعني في علاقة بين الرياضة وبين حتى طريقة تفكيرك أصلاً. فأنا طبعاً قايم أشجع على الرياضة. نعم محمد، شو نقول حق الجيل الجديد اللي يمكن البعض منه يعتمد على بعض الألعاب الذهنية أو الألعاب الإلكترونية، ونريد منه أنه يمارس الرياضة فعلاً وأيضاً يعطي جسمه طاقة؟ والله إحنا نشجع في البداية أخي خليفة الأسر متى ما كانت عندها قيمة وأهمية الرياضة، راح هذول الجيل اللي في البلاي ستيشن والألعاب يطلع ويمارس الرياضة. إحنا نحس الجيل الجديد أنه يمارس الرياضة، نحس المؤسسات التعليمية أنه تعلم النشأ الصغير أنه يمارس الرياضة، فإن شاء الله نتمنى أن الناس كلها تمارس الرياضة. نعم أخي محمد النعيمي، أنا أشكرك جزيل الشكر، خذنا منك أو من وقتك يمكن 20 متر، بارك الله فيك، أكيد راح تواصل هذه الرياضة وأيضاً تستمتع فيها في اليوم الرياضي. الله يخليك، أتمنى لكم التوفيق. شكراً جزيلاً. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا في جولتنا الرياضية، هناك الكثير من هالقطر ومقيمين قطر يمارسون شتى الرياضات. دائماً نقول لا تمارس الرياضة في يوم أو أسبوع، هناك خلال أيام السنة ممكن الواحد يواصل أو يستمتع برياضة معينة. انتظرونا في الأسبوع القادم بإذن الله في حلقة جديدة وجولة جديدة، ومع السلامة.